المحامي والسياسي إذا كان نعاود مرة أخرى، إذا كان رئيس جمهورية يتهم رسميا، يعني ما تصورش أن الجمهورية يحكي بدون يعني سند، عاد وقتها نقولوا هبل، لا، رئيس جمهورية يحكي على وفق سندات. عندما يتهم رسميا الكيان الصهيوني باغتيال الشهيد القسامي الحمساوي محمد الزواري السوسي التونسي الصفاقسي، يعني عنده دليل، ثم تقول ان النيابه العموميه، النيابه العموميه هاي في موضوع زميلنا مش عامر عياد، زميلنا زياد الهاني منذ جمعه ولا جمعتين بادرت هي نفسها في نفس النهار حلت البحث وتم القرار بالاحتفاظ. كيف هي تتحرك؟ ما عندها شعرة سيدنا علي باش تتحرك في موضوع الشهيد الزواري، خصوصا وان الخطاب الرسمي داعم، خصوصا ان العالم الان كان الصهيوني محاصر مذبوح اعلاميا ومحاكم دوليا. الاصل فيه هذه مؤشرات ودعائم حتى الملف يكون على الطاولة. هي في الحقيقة لولا طوفان الأقصى ما كانش يقع الحديث على الشهيد الزواري وقضيته، يعني قضيته وحياتها معركة طوفان الأقصى، لأن السنوات الماضية كنا ننظم ونحيي الذكرى ولكن حتى كنا مقاطعين إعلاميا دون اهتمام إعلامي ورسمي، متجاهلتها. نعم، دون اهتمام إعلامي ورسمي، دون اهتمام إعلامي ورسمي، وتداولت الحكومات كلها، ولكن ما كانش تم حتى حكومة أخذت موقف في الموضوع. يعني كنت يعني يعتبروا أن الاعتداء على أمن الدولة كما وقع توصيفه في قرار ختم البحث ثم لدى الاتهام أن هذا أمر هين وأنه هذا أمر تافه. كنت فطبعا هي سياسات التطبيع يعني جعلتهم كلهم يتحاشوا الخوف في هذا الموضوع، وحتى فيهم خاصة في الإعلام عناصر، يعني بعض العناصر خلينا نقوله في الإعلام كانت هي عناصر تنظر إلى الشهيد باعتباره إرهابي يعني. نعم، ويعمل في اللعب. وعندك مش كون حتى تحدث على ذي يسميهم الدهاليز والذي يسميهم العاب نارية، اي التونيل هذا ما سمى الانفاق واللي وصلت للشعامبي والى اخره، وثم عناصر نشرت الخبر قبل الاغتيال، ثم هذا خروف خلف الله نشر الخبر في عنده جريده الكترونيه اسمها اخر خبر، نشر الخبر مدوه بالمعلومه، وقع سماعه من طرف فرقة في الجورجاني، ولكن رغم ذلك لم يقع أخذ الاحتياطات لمنع ارتكاب الجريمة. نعم، للأسف الشديد ثم المحسوبين الإعلام عندهم الحاسة السادسة، قلنا حتى البارح لطفي العماري وقت حكى على الأنفاق جاوبوا الصحفي قالوا راو الخبر هذا لم تؤكده وزارة الداخلية، قال لا عندنا معلومات، يعني عندهم معلومات أكثر من الاستعلامات متاعتهم. أي طبعا، لا حول ولا قوة. نذكر مرة أخرى أستاذ عيادي أنه عائلة الشهيد في المرة الأولى نبهت طلبت النيابة العمومية أنه تبحث تفتح بحث حقيقي في الناس اللي يهربوا كما قلنا تنثبتوا على الأقل، يقولون خرجوا من الثقب ولا من الباء على الأقل باش نعرفوا، ما نحكوش على المآلات، باش نثبتوا في ثقبة المطار ما زالت ولا. والنقطة الثانية أنه بعد هالأخبار يعني بطوف الملف يأكد لنا سي رضوان الزواري شهيد أخوه الشهيد الزواري أنه بعث مراسلة إلكترونية للرئاسة، ما حد الآن يقول ما تم حتى رد رسمي عن الموضوع هذا.